هل من هذه الأدوية غير المرخصة اللي دخلت للعراق كان السبب بوفيات؟ ممكن. شنو هاي الأدوية مثلا؟ شوف سجلتوا أنتم؟ بعض الوفيات شكلين ايه؟ يصير إنه الدواء أصلا مو فعال، أصلا ما بيدوى. أنا نفسي شخصيا جتني أخبارية بالكورونا إنه كان العلاجات اللي نعطيها نسميها سبورتيف تساعد الفيتامين سي والزنك إذا تذكر. نعم. بالكورونا. نعم. نسيت، جتني العصفورة قالت لي إنه المدخل الفلاني موجود به أشياء من هذا النوع. دزيت نماذج، دزيت المختبر الرقابة الدوائية اللي بي 1 غرام يعني 1000 ملغرام ولا ذرة بي فيتامين سي، والزنك ولا بي ذرة. لحظة شان جوست جوس تقول لي سيدي لا غير هاي مال الكورونا بلطيني مثال دكتور. كل أدوية ممكن يدخل هاي صارتك إياها هي مو قضية فقط مرضية واقتصادية خسارة بيها، قضية اجتماعية. مثلا أدوية تساعد في عملية الإنجاب والحمل، هذا الدواء يستعمله زوجين ما جاي يجيهم أطفال، ظلوا سنتين ومادة فعالة ما بي، بالنتيجة شو يسوون؟ لو تقول له هو يقول له خلنا نفصل، حتى أنت تدور لي رجال وأنا أدور لي مرأة مثل ما يقول. السبب هذا الدواء سوالي عندي مشكلة اجتماعية واقتصادية وصحية. أنا شلون أدري هسا أنا كمواطن شلون أدري؟ زين غير هو الصيدلي باعني إياه والصيدلي يقول ليش أنا بروفيسور بالصيدلة ودكتوراه وخريج بريطاني، بس إذا تعطيني حباية أنا أعرف شكو بيها؟ ليش أنا فتح فعال؟ هذه يكون مختبرات رقابة هي اللي تحدد لنا للدول هذا النوع. بالطبع بالطبع، لذلك احنا من جاي نتكلم وجاي نشتغل بهذا الشغل ايه؟ وبدينا مشروع وتفتيش وتسعيره ودنيا وعالمين ومن 2000 يعني اذا الحل الوحيد اقول لك يا شوف ايه؟ انت تريد من اخصائي بالتاكيد لو تريد نضوج المواطنين لا كلام العلم كالتالي اذا يكون عندي فرق بسعر الاستيراد للدواء اي خلي نسميها مسافة معينة، خلي نفترض ب 1200 يصرفوا لي الدولار الدواء، يعني أني مكتب مسجل دوائر ودستو. نعم. هنا المهرب راح يجي بسعر أعلى، تمام ولا لا؟ تمام. منو يخاطر؟ وليش يروح على هاي المخاطرة؟ يروح يسجل الدواء ويجيبه رسمي، وإلا راح هذا لا يعني دكتور أن هذا عسكر المجتمع، تقول لي على الرقابة. اسمع من أخوك موجود وأدعوك كما دعيت الفضائيات تجي النقاب الصيادلة، إذا طلع بكل الدولة العراقية من المؤسسات العسكرية والمدنية والمخابراتية وغيرها تفتيش بقد ما طلعت لجان تفتيش من نقاب الصيادلة وعقوبات دكتور.